السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي النهاردة أقدم لكم وصفة بالجزر لحمار الوجه. خليكم معايا، أنا قطعته ودلوقتي بسلقه، بعد ما يتسلق هوريه لكم. جبت لكم الجزر بعد ما اتسلق أهو وهرسته، حطيته في الكبة. اللي عايز يعمله بإيديه يعمله، واللي عايز يعمله في الكبة يعمله، وناعم خالص أهو. وأحط عليه حبة زيتون، زيت زيتون، زيت زيتون، او لو عندك عسل ابيض تحطي عليه، هو متوفر بقى، بيتوفر المتوفر عندك في البيت اهو. وقلبته وبرضك هحطه على البشره. على فكره يا جماعه دوت بيفتح البشره وبيخليها لونها بامبه، بيخلي البشره لونها احمر بعد ما تغسليه على طول، بعد ما تاخدي الفايده بتاعته على بشرتك. وبرضك بعد ما تغسليه تغسليه بميه وتقومي داير ما يدور كده على بشرتك كده بالطريقه دي بعد الغسيل، برضك تحطيه على البشره كده ويثبت. وبعد يجي تلت ساعه ونص ساعه زي ما تستحمليه، وتشطفيه بعد كده وهتلاقي بشرتك ان شاء الله لونها احمر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.